بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل طلاب موضوع الكاينتيك والاستابلتي اوف كومباوند. وصلنا اخر شيء الى ارينياس اكويجن. بالارينياس اكويجن من ضمن التطبيقات مالتها اكو موضوع هو تو تمبريتشر اكويجن. شو تو تمبريتشر اكويجن؟ انا عندي بيانات، عندي داتا تخص وان تمبريتشر، واقدر اطلع الداتا مال التمبريتشر الثانيه. ليش؟ لان انا عندي كونستانتس، هذا كونستانتس، هذا كونستانت، الاي كونستانت لكل رياكشن. شنو عندي المختلف؟ درجة الحرارة والكي، لأن كل درجة حرارة لها كي مختلفة. هنا شنو أقدر أستفاد من عندها؟ أقدر أستفاد أطلع مثلا عندي داتا، عندي كي لدرجة حرارة معينة، أريد أعرف الكي لدرجة حرارة أخرى، فحيصير التطبيق مباشر على معادلة أو أشتق من هذا، سولف هذه الإكويجين for two temperature حتى أطلع شنو الكي الثانية بالدرجة الحرارة الأخرى اللي أنا ما أعرف إيش قد الكي مالتها. هذه من أطلع الكي شنو أقدر أستفاد من عندها؟ إذا طلعت الكي أقدر أطلع الشلف لايف، أقدر أطلع شنو؟ أقدر أطلع الهالف لايف. فبهالطريقة هذه نشتق معادلة نقدر نطلع شنو نيو كي، وأقدر أطلع منها الشلف لايف. تطبيق آخر لهذا الموضوع اللي هو two temperature equation، مرات أنا عندي بالتجربة أطلع الكي وأطلع التي، وأطلع كي وأطلع الديفرنت تي، هيصير عندي نقاط بين كي، عندي two كي وعندي two تي، ناية درجات حرارة مختلفة وكي مختلف. أقدر أطلع الاكتيفيشن انرجي، أقدر أطلع شنو الاي من اللوغاريتم اي، فأشتق هاي المعادلات على أساس أنه شنو يكون؟ يكون عندي 2 temperature. المين objective من هذا الموضوع هو to obtain K for certain temperature and you have data for another temperature. خل نفترض أنه هذا القانون رح يصير log K بالدرجة الحرارة الثانية log K2 يساوينا log A minus activation energy على 2.303 R درجة الحرارة الثانية. أكيد بالدرجة الحرارة الأولى راح يكون شنو، أو درجة الحرارة الأخرى راح يكون log A نفس القانون، بس مجرد المزدة هنا log A log K1 هنا حيصير شنو log العفو T1. هنا حيكون log A الاكتيفيشن انرجي هي نفسيتها لأن هي ثابتة لكل تفاعل. Subtracting these two expression yield حتطلع عندي هاي المعادلة النهائية اللي هي يعني أحتاجها بتطبيق بالتو تمبرتشر equation. ناخذ عليها مثال اللي هو 5 هيدروكسي ميثيل فرفورال. هذا الفرفورال شنو؟ The rate constant K1 for the decomposition of 5 هيدروكسي فرفورال درجة حرارة 120 يعني جيت 393 كلفن، هي جيت 1.173 أور أس ماينس 1 3.258 في 10 أس ناقص 4 second أس ماينس 1 either one. أنا أقدر أحسبها أخذ هذه أو أخذ هذه بالسكند أو بالأور. and K2 نعطيني إياها الK2 بدرجة حرارة 140 اللي هي 413 كلفن، هي شقد 4.86 أور أس ماينس 1. what is the activation energy؟ يريد الاكتيفيشن انرجي هنا بالكيلو كالوري على مول and frequency factor اللي هو A in second for the breakdown of 5 hydroxy methyl furfural within the temperature range. طبق تطبيق مباشر على هاي على هذا القانون على هاي المعادلة log K2 على K1 يساوي لنا activation energy على 2.303. الغاز constant هنا نستخدم 1.987. ليش؟ لأن عندي calorie نعطيني إياه الأي بالكالوري. سوري هنا هو يريد الاكتيفيشن انرجي بالكالوري، فأنا أطبق الآر بالكالوري بعدين تي 2 ماينس تي 1 في على تي 2 في تي 1. الاكتيفيشن انرجي هي الوحيدة اللي هنا مفقودة، فأطبق هنا راح تطلع عندي هذا الشيء. شوف هذا المعادلة اللي طلعت هنا عندي، هذه بدون فريكوانسي فاكتر ما كل أي، فرأسا عندي المجهول الوحيد هو activation energy. بعدين عندي activation energy أطبق على
بدرجة حرارة واحدة، لأن هو ناطيني درجتين حرارة والكي مالتين، فبأي وحدة أجي أطبقها بهذا القانون على مود أطلع شنو الأي، فأطبق القانون اللي ناطيني بي بالسكند، الكي ناطيني إياه بالسكند. السبب شنو؟ لأن هو يريد الأكتيفيشن إنرجي بالسكند اللي هي النقطة الأولى اللي هي 120 درجة مئوية، ناطينيها بالسكند، فمباشرة نطبق الكي هنا بالسكند، لوج أي هو المجهول ماينس الأكتيفيشن إنرجي على 2.303 في غاز كونستانت في 1 على تي، اللي هي شقد التي صارت هنا 120 زائدا 273، فيطلع عندي الفريكوانسي فاكتر. طبعا تطبيق تو تمبرتشر اكسبريشن للكي والتي، ممكن بهاي المعادلة نوصل الى كيرف انه if we plot k log k versus 1 على t، المفروض يطلع لنا خط مستقيم. ليش؟ لأن هاي معادلة خط مستقيم in which log k هو حيكون y axis، log a هو الانترسبت، log a هنا الانترسبت شنو هذا الفرضية مالته، الفرضية إذا كان شنو التمبرتشر الابسوليوت تمبرتشر هو صفر، هذا مستحيل يكون، بس شنو هو باي اكسترابوليشن راح يقطع الواي اكسس بنقطة معينة، فهذا شنو هذا؟ هذا الانترسبت ماينس اي اي على 2.303 ار، هذا هو راح يكون شنو السلوب، نشوف السلوب صاير بالماينس، معناتها الخط هيك راح ينزل للاسفل، ما يصعد لي فوق، مو يصعد لي فوق، لا ينزل للاسفل. ليش؟ لان السلوب مالته بالماينس، السلوب هو ماينس اي اي على 2.303 ار، والاكس اكسس هو حيكون شنو 1 على تي، حيصير هذا بالاكس اكسس 1 على تي، معادله خط مستقيم. بيش استفاد منها هذا الكيرف؟ بيش استفاد من عنده؟ وهاي المعادله اللي هي ارينياس اكويجن، شلون استفاد من عندها؟ بحساب الاكسبيريشن، راح نتعلم هسه شلون نسوي اكسبيريشن مال الدراج، نحسب الاكسبيريشن اوف ذا دراج باستخدام هذا المعادله وباستخدام هذا الكيرف. هذا راح يقودنا الى موضوع اخر الى علاقه بالارينياس اكويجن، اللي هو يسموه اكسلريتد ستابيليتي اند ستريس تيستينج. شنو يعني؟ اي دواء ينزل للسوق، اي دواء يسوق ويتواجد بالصيدليات، مطلوب من الشركة المصنعة انه تقدم دراسة ستابيليتي. شلون تقدمها؟ اي هيلث اوثوريتي، هيلث اوثوريتي يعني شنو؟ اي منظمة صحية، وزارة الصحة، الـ FDA، الإيما، أي شيء حتى يعترفون بدواء ويسوق لازم يقدمون stability study. stability study شنو؟ تكون either full يعني فترة طويلة، فترة سنتين ثلاثة دراسة تطول، يشوفون إش قد يحتاج وقت طبعا يصير expire، or يكون هو شنو accelerated study. accelerated study يعني أنا أعرض الدواء درجات حرارة مختلفة 70 60 50، أطلع كل وحدة الكي مالتها، وبعدين باستخدام المعادلات أطلع الكي لدرجة حرارة الغرفة وأحسب لها شنو الإكسبيريشن على الكي الجديد. Any change in the manufacture steps، أي تغيير يصير بهاي البروسيس، غيرت الجهاز، غيرت السيت اب مالت الجهاز، غيرت الباكجينج، غيرت اللون، غيرت النكهه مالته، يحتاج ده شنو؟ يحتاج ده اكسلريتد ستابيليتي اور ستابيليتي ستدي جديده. اكسلريتد ستدي ديزاين تو انكريز ذا ريت اوف ديجريديشن باي يوزينج اكزاجيريتد كونديشن اوف تمبرتشر اند هيوميديتي، استخدم حرارات درجات حراره عاليه وبعدين اطلع الكي مالتهن، وبعدين بالمعادلات اطلع شنو الكي لدرجة حرارة الغرفة، من اطلع الكي لدرجة حرارة الغرفة معناته اقدر احسب شنو الاكسبيريشن بدرجة حرارة الغرفة.
هذه الهيلث اوثوريتي تقسم دول العالم الى خمس زونز، كلايماتيك زونز، خمس مناطق حسب الجو وطبيعة الجو مالتها وطبيعة الطقس مالتها خلال السنة. العراق احنا نقع بالزون رقم 3 اللي هو hot and dry climate ضمن كرايتيريا معينة تتعلق بالrelative humidity الرطوبة النسبية ودرجات الحرارة الأفرج اللي تصير خلال السنة، تحتاج ضمن condition. فالدراسة ممكن انه تكون مصممة لبلد معين مثلا بأوروبا، بس من تجي يريد الشركة تريد تسوق الدواء مالتها ومقدمة هاي الدراسة نفسيتها، وزارة الصحة راح ترفضها وتقولها انت لازم تسوي لي stability study خاصة بظروف العراق، انا بنحط الاكسبيريشن خاص بالعراق لان ظروف العراق تختلف عن باقي الدول. بنفس الوقت وايد دول راح تكون ظروفها تختلف عن ظروف العراق، فكلها تتقسم على هذا الاساس. فممكن شركة عالمية اذا تريد تقدم تريد تسوق الى عدة دول، فهنا راح تحتاج على سبيل المثال كل دولة تتقسم حسب هي يا زون، هاي الدولة بيا زون ممكن انه تقدم الدراسة تتعلق بهذا الزون ضمن ظروف هذه. نجي على الخطوات، شلون تتم هاي العملية الاكسلريتد ستابيليتي. اول شيء نطلع الكي لكل درجة حرارة انا دا اشتغل بيها ودا اسوي التجربة بيها. سويت درجة حرارة 70 60 50 ب 40، كل وحدة راح تعطيني كي. اطبق معادلة الخط المستقيم مال فيرست اوردر. فيرست اوردر ليش؟ لان معظم الادوية هي تتبع الفيرست اوردر. لوك سي يساوينا لوك سي نوت ماينس كي تي على 2.303. هذا السي نوت يبدأ كلنا بنفس النقطة، بس شنو ويا التايم هذا راح يكون بي ديكومبوزيشن أسرع لأن درجة حرارة أعلى، هنا راح يكون شوية أقل شوية أقل، بعدين بدرجة حرارة 40 إذا أريد أسوي 25 التايم ماتي راح يوصل كل شهواية على مود أطلع شنو الكي، وما راح تطلع عندي الكي بصورة صحيحة. فهذا يسموها accelerated stability. أول شيء أطلع الكي مثل ما قلنا، وباستخدام هذا الجراف باستخدام الفيرست أوردر راح أقدر أطلع الكي different كي for different temperature. شنو اللي أريده أني؟ أريد أطلع الكي بدرجة حرارة 25 درجة حرارة الغرفة. أجي أطبق log كي، هذه مال أرينياس، لوك كي معادلة أرينياس وأرينياس بلوت، هذا يسموه أرينياس بلوت، لوك كي فيرسس واحد على تي. طبعا هذا الفاكتور اللي أضربه في 10 أو 6 أو أقول لوك كي زائدا 5، هذا فاكتور راح يتطبق على الكل مفيد مشكلة، بس أنا متشنو يبين لي الأرقام هنا بصورة صحيحة. فهنا راح يكون عندي لوك كي بدرجة حرارة 70، لوك كي بدرجة حرارة 60، لوك كي بدرجة حرارة 50 40، وبعدين هذا يطلع عندي خط مستقيم. مجرد أجر الخط المستقيم باستخدام المسطرة لحد ما أوصل درجة حرارة 25 تطبيق هذا الواحد على تي، أوصل درجة حرارة 25 هنا يا هذه درجة الحرارة، أجي أقرأ الكي إيش قصارت، أحط مسطرة وأجي أقرأ الكي مالتي إيش قصارت. من طلعت الكي درجة حرارة 25 it will be easy انه انا استخدم شنو shelf life or expiration date اللي هي T shelf life يساوينا 1.105 على الكي درجة حرارة 25. اقدر استغني عن هذا البلوت؟ اي نعم اقدر استغني عن هذا البلوت. شو وقت يمن اقدر اطلع منها؟ ايه اجي اقدر اطلع واستخدم الارينياس equation هي نفسيتها، أقدر أستخدم الأرينياس إكويشن نفسيتها حتى أطبق المعادلة نفسيتها وأجي أطلع شنو الكي بدرجة حرارة 25. نيجي ناخذ عليها مثال. هذا المثال شوية مختلف. السبب شنو؟ أنا من أقول إكسبيريشن ديت من ينزل 10%،
specific condition, specific drug مو 10%. أنا أريد أقول إنه هذا ممكن ينزل للنص يلا يكون ineffective أو ينزل إلى concentration معين يلا يصير ineffective. خلنا نأخذ عليه هيك مثال مثلا. بس الطبيعي لمعظم الأدوية 99% من الأدوية الإكسبيريشن محسوب على أساس إنه هو نازل 10% من الـ من الـ من الـ من الإفكاسي مالته من الكونسنتريشن مالته. المثال شنو يقول؟ The initial concentration of a drug decomposition according to the first order kinetic is 94 unit per mol. First order kinetic الانيشال كونسنتريشن مالته يعني السي نوت 94 يونت بالمول. The specific decomposition rate اللي هي الكي obtained from Arrhenius plot is 2.09 في 10 أس ناقص 5 أور أس ماينس 1 at room temperature. يعني نعطيني الكي بدرجة حرارة درجة حرارة الغرفة اللي هي شنو أنا هذا تسوي ذاك البلوت Arrhenius plot أنا بدي أطلعها. لا هو رأسا نعطيني يقول أنا طلعت الكيها من Arrhenius plot وطيت كيها الكي بدرجة حرارة 25 درجة مئوية. A previous experimentation بالمتجارب السابقة has shown that when the concentration of the drug falls below 45 unit per mol, it is not sufficiently potent. حيكون غير فعال for use and should be removed from the market. لازم أشيله بعد من السوق. What expiration date should be assigned to this product? شقد لازم أكتب الإكسبيريشن متى؟ يقول لي الانيشال كونسنتريشن هيانا والسي تي هيانها اللي هي هذه بعدها اذا وصلها هذا الكونسنتريشن بعد ما يشتغل ونعطيني كي. فهيانا تطبيق مباشر على الفيرست اوردر اللي هو قايل لي فيرست اوردر التي هو راح يساوينا 2.303 على كي في لوك سي نوت على سي. هنا اريدك تنتبه لي على نقطة. شنو النقطة؟ انه هنا بحساب الاكسبيريشن انا ما استخدمت 0.105 على K. لا ليش دين 0.105 على K؟ هذيش تنحسب على أساس 10% لأن أنا اشتقيتها منها يحسبت هذه C note و 90% من C note بينما هنا الموضوع مختلف. فهنا ما راح يكون 2.303 على K. لا راح يصير تطبيق مباشر عندي C note وعندي C راح يصير 2.303 على K multiplied by log C not 94 CT اللي هي يمن يوصلها بعد ما يشتغل أحطها جهد concentration 45 unit per mol حتى أحسب التايم اللي يحتاج لما يوصل هذا concentration. فيصير عندي 3.5 في 10 أس 4 hour واللي هو يعادل تقريبا 4 سنوات. فلازم الاكسبيريشن مال هذا الدواء ينكتب على الباكيت مالته. اذا تصنع بال 2000 جانيوري 2021 راح يصير الاكسبيريشن مالته جانيوري 2025. ليش؟ لان اربع سنوات حتى يصير اكسباير. تكلمنا كثير على تاثير الحراره على الـ على الريت كونستانت على الكي. قلنا انه كل ما تزيد الحراره الكي يزيد. أكو هواية عوامل أخرى همينة تأثر عندنا على الكي وسرعة على سرعة التفاعل اللي هي من ضمنها السولفنت. هل إذا أنا غيرت السولفنت أكو مادة يندي تفاعلن واحد تفاعلن بالكحول داخل الكحول هو السولفنت. هل إذا غيرت السولفنت سويته مي رح يتغير؟ طبعا هنا أكيد التفاعل رح يتغير والكي رح يتغير. وإذا غيرت السولفنت السولفنت ثالث أيضا سرعة التفاعل رح تختلف. هنا يسموه effect of solvent واللي إلى علاقة شنو بالدائي الكتريك كونستانت. شنو الدائي الكتريك كونستانت؟ هذه مصطلح أو term يقيس البولاريتي مالت السولفنت. هل السولفنت بولار؟ هل هو نم بولار؟ يعني الدائي الكتريك كونستانت مالت المي مثلا أعلى من الدائي الكتريك كونستانت مالت الكحول وأعلى من الدائي الكتريك كونستانت مالت الأسيتون. ليش؟ لأن المي is highly polar. فهنا الدائي الكتريك كونستانت هو مقياس لبولاريتي مالت السولفنت. الها اكويشن هاي الاكويشن مالتها.
هاي الإكويشن اللي هي describe the effect of dielectric constant of the solvent on the rate of hydrolysis, rate of reaction, rate of decomposition. شنو المعادلة؟ log K الK اللي أنا أحطه بسولفنت معين هذه الK يساوينا log إذا كان الK بinfinite dielectric constant أعلى dielectric constant minus K في ZA ZB على dielectric constant. شنو هن هذني؟ ZA ZB اللي هن charge number of the two interacting ions. يعني إذا كان مثلاً صوديوم راح يكون هنا واحد، ليش؟ لأن شحنة مالته واحدة. كلورايد واحد، كالسيوم اثنين، باريوم اثنين، ألمنيوم ثلاثة. هذا الشحنات اللي هن شقد، اللي هو شقد charge، شقد كاتيون واحد أو اثنين أو ثلاثة، أنيون واحد اثنين ثلاثة. فالطريقة هذه الكي كي إنفينيتي كي at epsilon infinity هذه معناتها شنو؟ معناتها إنه شنو يكون الكي إذا كانت الدايلكتريك كونستانت هي إنفينيتي أعلى شيء. والكي هذه اللي أنا أريد أقيسها بسولفنت معين. نشوف تأثير السولفنت إذا أريد نرسمه. نشوف هذا الكيرف، هذا الكيرف هو مقلوب الدايلكتريك كونستانت بالإكس أكسس، ومحطوط شنو هنايا؟ محطوط لوك كي اللي هو هاي المعادلة، واحد على دايل، واحد على دايلكتريك كونستانت هو الإكس أكسس، ولوك كي هو شنو؟ الواي أكسس. إذا كل مدى نستمر هنايا نمشي، إذا شنو معناتها؟ الدايلكتريك كونستانت يقل. ليش؟ لأن هو واحد على دايلكتريك كونستانت. نشوف تأثيره على different reactant. إذا كان الدايلكتريك كونستانت كل ما نقلله، مثلا ناخذ مثال على هذا الكيرب أي، كل ما يقل الدايلكتريك كونستانت يزيد اللوك كي، يعني سرعة التفاعل تزيد. هاي شو وقت؟ لما يكون عندي متفاعلات هن الشارج مالتهن مختلفة، يعني أنايون يتفاعل ويا كاتيون. من نقلل الدايلكتريك كونستانت هنا معناتها شنو؟ معناتها التفاعل تزيد السرعة مالته. ناخذ عليها مثال، أنايون وكاتيون يتفاعلن بالمي، المي دايلكتريك كونستانت مالته عالي، سرعة التفاعل تكون قليلة. بينما إذا أحولهن هذني رياكتنت الكاتيون والأنايون بسولفنت مثلا الأسيتون، نشوف سرعة التفاعل راح تزيد. ليش؟ لأن الأسيتون الدايلكتريك كونستانت مالته شنو؟ قليلة. الكيرف في إذا كان المتفاعلات هن لا أنايون ولا كاتيون ديت فعلا بدون أي شحنات، ماكو أي شحنات على المتفاعلات، هنا ماكو أي تأثير الدايلكتريك كونستانت راح يكون. يكون التأثير دايلكتريك كونستانت يساعد على التفاعل وقت اللي يكون شنو؟ وقت اللي يكون هن مشابهات، كاتيون ديت فعل ويا كاتيون، أنايون ديت فعل ويا أنايون. هيكون تأثيره كل ما زيد الدايلكتريك كونستانت معناته شنو جدي يصير؟ دي يصير عندي التفاعل، دي يصير أسرع. هذا تأثير السولفنت وتأثير الدايلكتريك كونستانت. الإفكت الثاني عدد الدايلكتريك كونستانت بالسوليوشن هو الإفكت أوف أيونيك سترينغث. الأيونيك سترينغث أريد أذكركم بها هي شنو؟ تقيس درجة الملوحة، يعني شكد عدي أملاح موجودة، شكد عدي أذر كاتيون وأنايون موجودة بالسوليوشن، أذر ذان رياكتنت، أذر ذان كاتيون والأنايون اللي هن ديت فعلا، أذر ذان المواد اللي هن ديت فعلا. مثلا عندي أنا محلول ملحي صوديوم كلورايد زين، ودفاعل بي مادة إكس ومادة واي، إيش قد راح يتأثر سرعة التفاعل عن إنه أني أفاعل إكس وواي فقط بس بالمي؟ ليش أستخدم محلول ملحي؟ فهذا التأثير يسموه أيونيك سترينغ، تأثير باقي الأملاح على التفاعل. The equation was described the influence of electrolyte on the rate constant is Bronsted-Jerram equation اللي هي هاي log K يساوينا log K not زائدا 1.02 ZA ZB اللي حكيناها قبل شوية، اللي هذا شنو؟ number of equivalency
اللي هن واحد او اثنين او ثلاثة حسب شو قد يتعين multiplied by square root of ionic strength. هنا نجي نسوي هذا البلوت log k لان هاي معادلة خط مستقيم. log k not هي راح تكون الانترسبت. هنا راح يكون عندي شنو بالاكس اكسس هو جذر الايونيك سترينث. نشوف تاثير الايونيك سترينث هو بالضبط عكس تاثير الداي الكتريك كونستانت. يعني شنو هذا؟ مو مقلوب الايونيك سترينث، هذا جذر الايونيك سترينث. يعني كل ما دا امشي هنا يعني الايونيك سترينث شنو دا يزيد، بينما بالداي الكتريك كونستانت كل ما امشي بهذا الاتجاه الدائرة كونستان دي قل. السبب شنو؟ لأن هو مقلوبة، بينما هنا هو شنو جذر مو المقلوب. فهنا كل شنو كل ما دي يزيد معناته الأيونيك سترينث شنو دي يزيد. إذا كان المتفاعلات X Y تفاعلهن هن of similar charge نفس الشحنة كتيون ويا كتيون أنيون ويا أنيون، هنا راح يصير شنو؟ كل ما يزيد عد الايونيك سترينث كل ما تزيد كمية الأملاح بالسوليوشن مالتهن معناتها شنو؟ الكي دي يزيد، سرعة التفاعل دي تزيد. إذا كان المتفاعلات اكس وواي هذين ما بيهن شحنات فماكو أي تأثير مثل دايركت كونستانت، ماكو أي تأثير عليهن. أما إذا كانت أبوزيت شارج إذا كان سيميلر شارج هنا كاتيون وكاتيون معناته التفاعل دا يزيد، أو أنيون وأنيون التفاعل يزيد كل ما أزيد شنو دايركت الأيونيك سترينث. إذا كان ما بيهن أي شحنة راح يبقى ثابت ما يأثر عليه. أما إذا كانت أيون أوف أوبوزيت شارج أنيون ويا كاتيون دا يتفاعل، هذا شنو راح يصير؟ كل ما أزيد الأيونيك سترينث شنو سرعة التفاعل تقل. ليش؟ أنا عندي كاتيون ويا أنيون دي يتفاعل، وعندي بالسوليوشن أكو أذر كاتيون وأذر أنيون مال الأملاح مال الإلكترولايت الموجودة بالسوليوشن اللي هن ما لهن علاقة بالتفاعل، بس هن وجودهن دي أثر على التفاعل. لأن الكاتيون المفروض يروح يتفاعل ويا الأنيون إكس، الكاتيون إكس دي يتفاعل ويا الأنيون أنيون واي، فجأة طلع له صوديوم طلع له كالسيوم طلع له بوتاسيوم كلورايد طلعوا هنا بالنص وتخربطوا هذا التفاعل. فهنا شنوش راح يصير؟ كل ما تزيد البلوحة كل ما يزيد الأيونيك سترينث التفاعل شنو سرعة مالته تنزل. ليش؟ لأن عندي أنيونات وكاتيونات دا ما داخلة بالتفاعل، بس شنو راح تعيق سرعة التفاعل، تعيق سرعة التفاعل بين كاتيون إكس ويا الأنيون واي، تسوي disturbance بيها ما تخليها تتفاعل بسرعة. وجود الكاتاليست هذا example على other factor other than dielectric constant other than temperature other than ionic strength. هل إذا وجود الكاتاليست هل وجود الكاتاليست راح يأثر على سرعة التفاعل؟ تذكرون موضوع الاكتيفيشن انرجي انه اني الرياكتانت من يمشي التفاعل هذا يوصل ترانزيشن ستيت يصير كومبلكس بيناتهن، وبعدين تنزل الانرجي مالتهن بحيث شنو البرودكت اذا كان سبونتينيوس رياكشن فراح يكون شنو راح يكون البرودكت الانرجي مالته اقل من الرياكتانت. However, they must reach highly transition state اللي هي الانرجي مالتها عالية، لأن هذا الواي اكسس هو يشرح لي الانرجي يبين لي شنو الانرجي، الانرجي مالتها عالية. وظيفة الكاتاليست شو يسوي؟ الكاتاليست يدخل بضمن التفاعل، يطلع يدخل بضمن التفاعل يسهل عملية التفاعل بين مادتين، ويطلع هو من التفاعل مثل ما دخل بالتفاعل. مجرد يدخل هنا بالترانزيشن ستيت بالكومبلكس وبعدين من يكمل يبدأ ينزلن يطلع هو شنو الكاتاليست. مثل ايش هذا؟ عندنا ابسط مثال عليها، ابسط مثال عليها الانزيم برودكت اريد احوله الى شنو رياكتانت اريد احولها الى برودكت،
الهضم، عملية الهضم داخل الجسم. زين، كومبلكس هيدروكربون، وبوجود الانزيمات يتحول الى شنو؟ مونوسكرايد دايسكرايد، على مود يستفاد منها الجسم ويحولها الى طاقة. الانزيمات مثل ما الطب تطلع، هنا شنو اللي دي يصير بالانزيم؟ الانزيم تقلل لي هاي الاكتيفيشن انرجي المطلوبة، هذه يسموها كاتاليست. انزيم يشتغل كشنو؟ يشتغل كاتاليست. الاكتيفيشن انرجي شنو؟ يقللها. من يقللها سرعة التفاعل تزيد لو تقل؟ اكيد راح تزيد. فوجود الكاتاليست شنو يسوي؟ سرعة التفاعل شنو؟ حتكون سريعة. اكو بعض التفاعلات شو يصير بها؟ هذا من يدخل الكاتاليست يزيد الاكتيفيشن انرجي، يعقد الامور، يسوي التفاعل بطيء او يمنع هذا التفاعل، يعني يراد له اكتيفيشن انرجي عاليه. بهالحاله شو نسميه هذا الكاتاليست؟ راح نسميه انهبيتر، يمنع التفاعل. So the catalyst is defined as substance that influences the speed of the reaction without itself being altered chemically. مثل ما يدخل يطلع. When the catalyst decreases the velocity of the reaction, it is called inhibitor rather than catalyst. إيش دي يأثرون؟ دي يأثرون على الاكتيفيشن انرجي. أما يقلل الاكتيفيشن انرجي نسميه catalyst، أو يعلل الاكتيفيشن انرجي راح نسميه شنو؟ هنسميه inhibitor. من أعلي هذه اكتيفيشن انرجي أو أقللها، هل أني راح أوصل لترانزيشن ستيت سهل أو صعب؟ فيتسمون إما كاتاليست أو يسمون شنو؟ inhibitor. نوصل إلى موضوع آخر اللي هو شنو effect of pH على سرعة التفاعل. هذا هو أهم catalyzed or catalyst ممكن إنه يكون شنو هو يأثر على سرعة التفاعل. عموما تأثير pH أو تأثير البفر، لأن أنا عندي دواء الفاينل برودكت ممكن أنا أحطه ببفر، أو أي تفاعل أسويه ضمن ظروف معينة، درجة حرارة معينة، هيوميديتي معينة، وPH معين أنا بيا سليوشن حاطه، شنو pH مال هذا السليوشن حتى أحسب له شنو الكيمات. لأن pH تأثر لو ما تأثر؟ نعم تأثر. طيب pH إذا أنا مسوي هذا التفاعل ضمن أسيتيت بفر ومحصل منه pH معينة، يختلف سرعة التفاعل عن أني بتفاعل مسوي بفوسفيت بفر ونفس pH، حيتأثر التفاعل؟ هل هو تأثير pH فقط؟ هل هي تأثير المواد اللي أنا مستخدمها بالبفر؟ كل هني أثرا. تأثير pH ينقسم إلى نوعين. أول شيء يسموه specific acid base catalyst، اللي هو تأثير الهيدروجين والهيدروكسيل أيون فقط، هذا يسموه pH. أنت pH مالتك اللي أنت مستخدم أشقد؟ pH 7 pH 6 pH 9، هذا تأثير شنو؟ هيدروجين وهيدروكسيل أيون. عندي مصطلح آخر يسموه general acid base catalyst، اللي هو تأثير البفر كومبوزيشن، الكومبوننت اوف ذا بفر. هل اذا انا استخدمت هاي البي اتش استخدمت لها اسيتيت بفر ولا استخدمت لها شنو فوسفيت بفر؟ هذه هنا شنو يسموه جنرال اسيد بيس كاتاليست. جنرالي المعادله هيك راح تكون الكي اوبزرفد، الكي النهائيه مال سرعه التفاعل النهائي شنو ايش قد تساوي الكي نوت. كي نوت يعني بدون أي تأثير للبي اتش، لا جنرال ولا سبيسيفيك ولا أي شيء ولا أي تأثير. إذا كان هذا التفاعل صاير بالفضاء بدون أي تأثير لأي بي اتش بالموضوع، يساوي لي كي نوت زائد شنو؟ كي أوبزيرفت. مو هي بس كي نوت، لا، تأثير البي اتش الأسيد السبيسيفيك والجنرال، تأثيرها شنو؟ هيكون كي اتش تأثير جد الكي راح تتأثر يمن أكو هيدروجين أيون في الهيدروجين أيون، تركيز الهيدروجين أيون زائد الكي للأو اتش جد راح تتأثر بوجود الأو اتش، هاي الكي كي أو اتش multiplied by concentration of كي أو اتش، سوري concentration of أو اتش، زائدا
تأثير الجنرال، هذا شنو تأثير؟ تأثير الاسبيسيفيك الH والO H زائدا تأثير الجنرال، هذا الجنرال أسيد، تأثير الأسيد من أقول أسيتيت بفر، أكو أسيتيك أسيد وصوديوم أسيتيت، هذا شنو تأثير الأسيد؟ تأثير شنو أسيتيك أسيد، إذا كان فوسفوريك أسيد فوسفوريك أسيد أسيتيك أسيد، شنو نوعية البفر اللي أنا مستخدمها؟ هذا تأثير الأسيد اللي هو كيل أسيد في كونسنتريشن الأسيد، زائد تأثير البيس، كيل بيس في كونسنتريشن البيس، من أقول أسيتيت بفر هو صوديوم أسيتيت، هذا كونسنتريشن أوف بيس أسيتيت. فهنا راح يكون عندي شنو K observed بسوي K not plus KH multiply by concentration of, of H زائدا KOH في concentration of OH، K acid في concentration of acid زائدا K base في concentration of base. المتفاعلات أكو كثير منهن ما يتأثرن بالgeneral base acid base، يعني هذا التأثير كله ماكو، أسيتيت فوسفيت ما لها أي تأثير. أهم شيء عندي شنو الكونسنتريشن مات الـ H والكونسنتريشن مات الـ OH والK طبعا مالتهن. هذا شنو specific acid base catalyst قلنا، ليش؟ لأن تأثير H و OH مو نوعية الـ H والـ OH من جاية من يا شنو من يا بفر، لا. The rate constant for the specific acid base يعني تأثير H و OH catalysis can be determined from the linear plot obtained when corrected experimental rate constant K observed are plotted against pH. أجي أرسم pH هنا واللوك K different pH أكو عندي different log K، السبب شنو K observed طبعا هذا يطلع عندنا هنا different log K observed، ليش؟ لأن أكو عندي different concentration at different pH، أكو different concentration لل H و different concentration لل OH. هذا مثال شنو؟ أنا بس أشوف هذا الكيرف راح أعرف إنه هذه المادة شنو إستر يا إستر ما أعرف، بس هذا البين مال إستر شنو السبب؟ إنه الإستر هو شنو؟ هو أسيد وكحول متفاعلات بيناتهن حتى تتكون لي هذا الإستر. فهذا يصير بهايدروليسيس بتأثير الـ pH. إذا كان too low pH يعني acidic media راح يصير بهايدروليسيس، وإذا كان شنو إذا كان too basic media راح يصير بهايدروليسيس، بينما بيناتهن راح يقل الهايدروليسيس. الـ K observed مادة التفاعل مادة يكون شنو التحلل مادة يكون قليل، قللت الـ pH زاد الهايدروليسيس، زيدت الـ pH زاد الهيدروليسيس، لحد ما أوصل نقطة هنا تعتمد على نوعية الإستر. كل إستر إلى نقطة معينة، ممكن تكون الإستر الثاني هنا النقطة مالته، هنا النقطة مالته، whatever. بس هذا الشكل على شكل V هذا إستر، تأثير الـ pH مالته على الإستر. إذا قل الـ pH راح يصير بها هيدروليسيس للإستر، إذا زاد الـ pH راح يصير بها هيدروليسيس للإستر. بيا نقطة يا هي أقل هيدروليسيس هنا راح أني أقدر أشوفها باي إكسبرمنت. هذه الدوخة أنا أدوخكم بها، ليش؟ يعني ليش أنتوا لازم تعرفون هذا الشيء؟ هذا الشيء جدا مهم، لأن أنا عندي هواية دراجز، هواية أدوية موجودة بالسوق هي شنو؟ هي إستر، هي إستر. أجي أريد أشوف هذا الدواء ماتي يشتغل، بينما من أجي أريد أصنع وأسوي عليه ستابلتي ستدي وأريد أسوقها للسوق، زين أشوف الإكسبيريشن ماتي خلال شهرين، ورا شهرين صار إكسباير، هل هذا منطقي إنه أنا أطلع دواء من المصنع ويوصل للمريض لازم يستخدمه خلال شهرين؟ ماكو شيء. فإذا أنا هنا شنو ظروف التصنيع مالته، أقول أنا يا لا تخلوا خلينا نحضر الـ pH مالته مو 5، نسوي الـ pH مالته 6، راح تزيد عندي شنو راح يزيد عندي الـ expiration date. ليش؟ لأن الكي راح تقل، من الكي راح تقل شنو راح يصير more stable،
فاني اقدر هو نفس الدواء اسوي الاكسبيريشن ديت مالته، ممكن يطلع عندي سنه، ممكن يطلع عندي 5 سنوات، يعتمد على انا وين صنعته بيا بي اتش. هذه البي اتش هل هي مناسبه انه تكون هذا الدواء ينطي بيها مثلا انجكشن؟ هل انه انا مناسب انه انطي انجكشن بهاي البي اتش؟ ليش؟ لان هذا البي اتش هي the most stable، اقل كي انا حصلتها البي اتش لهذا الاستر، اقل كي حصلتها بهاي البي اتش. فمن اجي اريد اصنعها المفضل انه اصنع هذا الدواء بهاي البي اتش حتى اقلل الكي، حتى شنو ازيد الشيلف لايف مالته. النقطة الثانية اللي هي بتأثير البي اتش اللي هي جنرال اسيد بيس كاتاليست. جنرال اسيد بيس كاتاليست هل هو يتأثر بالسبيشيز مو بالبي اتش، بالسبيشيز اللي هي شنو تكون اسيد ولا سبيشيز تكون بيس؟ هل هو يتأثر بالفوسفيت؟ هل هو يتأثر بالاسيتيت؟ خلينا نشوف هسه هذا مثلا هذا الكيرف اللي هو مو يتأثر بالاتش والاو اتش كونسنتريشن، لا بالاذر سبيشيز اللي ناتجة عندي بهذا البفر. فرضا عندي هذا أسيتيت بفر، أنا محضر هذا بالأسيتيت بفر، إذا أزيد البي اتش، أزيد البي اتش، قلنا الأسيتيت بفر هو شنو؟ أسيتيك أسيد وصوديوم أسيتيت، ملح ضعيف حامض ضعيف والملح مالته، حامض ضعيف أسيتيك أسيد، ملح مالته صوديوم أسيتيت. من أزيد البي اتش، ياهو اللي راح يزيد الكونسنتريشن مالته بالسوليوشن؟ هل راح يزيد الكونسنتريشن مال الصوديوم اسيتيت لو مال الاسيتيك اسيد؟ طبعا الصوديوم اسيتيت لانه حيصير الكالين، فالالكالين سبيشيز هي اكثر شيء راح تكون موجوده بهذا الميديوم. فنشوف انه هذا الدواء كل ما تزيد الالكالين سبيشيز دي يزيد الكي اوبزرف مالته، يعني شنو ده يصير بي ديكومبوزيشن اور هيدروليسيس سريع. هذا تاثير شنو؟ تاثير السبيشيز، هذا تاثير الجنرال اسيد بيس، جنرال بيس هنا راح يصير. فمن اجي اريد احضر اني هذا الدواء المفروض احضره شنو؟ بي اتش اقل، بي اتش قليل. ليش؟ يعني ما اريد اسيتيت تكون هوايه، اريد اسيتيك اسيد هوايه هنا. عادة هنا شنو يصير؟ يصير بي ديفيجن عن الكالكوليشن، كي اوبزيرفد يكون بي ديفيجن. سبب شنو؟ سبب انه هاي السبيشيز از ديفيكلت انه تو كالكوليت وديفيكلت تو كونسيدر. من ارجع على هذا القانون، هذا القانون ما جنرال اسيد بيس والسبيسيفيك اسيد بيس، اذا اقول هو ما عنده يعني سبيسيفيك اسيد بيس، فاذا هذا اني اشيلهن الغيهن واقول هو ما يتاثر بالكونسنتريشن مالت الاسيد، يتاثر مالت البيس، فراح يصير شنو؟ فقط هذه اللي راح تبقى، فحيصير عندي كي اوبزرف يساوي لنا كي نوت زائدا شنو؟ كي جنرال بيس في الكونسنتريشن مالت جنرال بيس. وهذا هو شنو؟ هذا هو حيكون الكيرب مالته. اذا هو يتاثر فقط بالاسيد الكيرب مالته راح يصير بالعكس، بهالطريقة راح يصير. إذا يتأثر بالأسيد والبيس بالسبيسيفيك أسيد والسبيسيفيك بيس والسبيسيفيك والجنرال أسيد والجنرال بيس راح يكون very complicated الكيرف ماتي، ولازم أطبق هاي المعادلة كلها. أكو أيضا other complication للموضوع، اكو تعقيد اكثر يكون الموضوع، بحيث انه انا ما بصعوبه انه اعتمد على معادله، لازم اسويها شنو؟ اسوي تجربه يلا افتهم واعرف شنو السبب. مثلا فدراج عندك وموليكيول كبيره بيها سبستيتيوشن هوايه، بيها ان اتش 3، بيها او اتش، بيها كاربوكسيل، بيها سلفر، هذول الايونايزيشن مالتهم راح يختلف باختلاف البي اتش، ومن يختلف الايونايزيشن حيختلف سرعة التفاعل. يعني انت حتطلع عندك موليكيول ممكن تكون كاتيون من جهة وانيون من جهة، ممكن يكون بها دبل كاتيون، اكو فانكشنال جروب كل شيء هواية. فالسسبتابلتي مالتها تو تشينج ام بي اتش راح تختلف. هنا ياهو اللي هو انا اعتمد هل هو تأثير الـ NH3 مثلا على سبيل المثال موليكيول عندي NH3 و
وعندي كاربوكسيل جروب بيها. هاي ال NH3 إذا قللت ال pH مات الميديوم شو يصير بها ال NH3؟ يصير NH4، يصير NH4 يصير كاتيون، بينما الكاربوكسيل كانت أنيون، جتي من قللت ال pH جتي هيدروجين عليها وسدتها وراحت الأنيون، فبدل ما يكون شنو مثلا أنيون تحول إلى كاتيون هنا بهالحالة. إذا زيت ال pH راح يصير العكس، عندي OH هنا الأيونيزيشن ممكن يكون هاي ال OH جاية من فينول، وهذا الفينول ممكن يتأثر بال pH، هنا حيصير very complex إنه أني أدرس وأطلع معادلة ل pH معين. شون الحل مالتها؟ الحل إنه أني أسوي experiment. تخيل إنه هاي الموليكيول عدة فد ثلاثة substitution كاربوكسيل وفد اثنين NH2 بها وواحدة سلفر، فهذا حيصير complex الموضوع. شنو اللي يصير؟ اللي يصير by experiment أجي أقيس الكي بdifferent pH، من أجي أقيس different pH أطلع different K، وبعدين أجي أقول هاي ال K أعلى شيء بال pH 8، هاي ال pH 8 ما أقدر أحضر بها الدواء. ليش؟ لأن سرعة التفاعل بها كلش عالي. أجي أختار pH ثانية، أجي أشوف إنه ال pH مثلا الثانية اللي هي أقل K بها وأكثر stability هي شقد ال pH؟ pH مثلا 2. طيب أنا هاي pH 2 أقدر أحضره وأقول هذا stable، هذا 10 سنين الإكسباير مالته، منطقي كلامي يصير؟ طبعا لا، أنا ما أقدر أحضر دواء pH 2 وأقول له روح أسوي إنجكشن. pH 2 pH 2 حامضي، أنا عينا دا أحقن تيزاب يعني بالإنجكشن، دا أحط مادة حامضية بالإنجكشن ماتي، والله شنو الدواء عندي هنا stable؟ no definitely no. أنا هنا من أجي أريد أسوي stability study ويطلع عندي كيرف بهالطريقة هذه، أجي أشوف ياهو أحصل بيها مثلا pH أحصل بيها أحسن stability، وبنفس الوقت هي for route of administration هل هي oral، أنا أقدر أطي مادة حامضية أقول هذا stable هنا وروح سوي الشراب مادتك مادة حامضية طعمه يصير مثل طعم الخل حامض شو شربه. فهنا لازم أجي أختار شنو أنا pH تكون مناسبة للستابلتي و pH تكون مناسبة شنو للروت أوف أدمنستريشن. فرضا هنا أجي أخليها أقول هاي pH ماتي راح أختارها أنه تكون جيد، تكون مثلا بالسبعة pH 7 راح تكون هي كلش decomposition كل السريع وما ينطيني استابلتي صحيحة، فممكن أجي أختار مثلا 5 أجي أختار شنو 8.5 بهالطريقة هذه أجي أقدر أحضر الدواء بحيث شنو يكون أسوي فد بالانس بين stability وبين شنو البرودكت ماتي، هل ممكن أصنعها بهالطريقة أو لا. ما أجي أختار أني maximum stability يعني هاي maximum stability أقل كي maximum stability، بس بنفس الوقت أنا ما أقدر أحضر الدواء بهال pH. شنو هي العوامل بعد اللي تأثر يعني الستابلتي؟ مثلا effect of oxygen، effect of oxygen اكو عندي certain drug الستابلتي تتأثر in the presence of oxygen، فهذه المفروض should be tested بالمصنع بالمختبر، يخلون عينة مع oxygen ويخلون عينة بدون oxygen او replace الغاز الموجود بكربون دايوكسيد او نيتروجين، راح يشوفون انه شنو تاثير الاكسجين، يطلعون كي منه ويطلعون كي منه، هل يشوفون هل تاثير الاكسجين تاثير قوي؟ فالمفروض اذا صار عندي شنو اذا دراج هاف هاير ريت اوف ديكومبوزيشن وين اكسبوزد تو اكسجين ستابلايزيشن شنو يكون تو ريبليس الاكسجين بالكونتينر، مثلا عندنا هاي الادويه بعض الادويه المحفوظه او سيرتن دراجز انه يتو ريبليس الاكسجين بالستورج container with nitrogen or carbon dioxide. وأيضا هاي الدراج تكون also susceptible to the presence of heavy metal، فأيضا أيضا الكونتينر اللي أنا أستخدمها الحافظة اللي أخليها المفروض خالية من المعادن، والمفروض أيضا إنه يخلون بعد ويا شنو antioxidant مواد تكون حافظة antioxidant حتى يمنعون شنو التفاعل مالتها أثناء الحفظ. effect of light
شوفون انه اكو بعض الادويه ومعظم الادويه يقول لك احفظ في منطقه بارده وجافه وبعيدا عن الضوء. اكو معظم الادويه light sensitive او photo labile يسموها photo light sensitive or photo labile، فهذه ايضا should be tested بالمختبر بالمصنع تاثير الضوء عليها، يطلعون كي اذا عرضها للضوء ويطلعون الكي اذا ما عرضها للضوء. حتى شنو؟ حتى من اجي اكتب عليها اقول storage condition المفروض تكون شنو؟ in dark place، والكونتينر مالتي لازم شنو تكون؟ تكون امبر، او الشريط مالتي مالتي الدواء تكون شنو؟ يمنع دخول الضوء، او certain solution يستخدمون شنو؟ يسولها coating الحباية نفسيتها، يغلفوها بطبقة من thin film تمنع دخول الضوء لها داخل المكونات هذه. هذه شنو؟ تأثير الضوء، تأثير الأكسجين، هذه كلها من ضمن التيست المفروض أنه تنعمل على مود أنه أقول هذا الدواء يكون استيبل ضمن هاي الظروف المعينة. In general إذا نريد نشوف شنو التغييرات، شنو هي التفاعلات اللي تصير فعلا واللي أنا دا أقيس لها الكي ودا أقيس لها الشيلف لايف. Pharmaceutical decomposition can be classified either شنو اللي دا يصير بالدواء؟ إما دا يصير بهايدروليسيس، دا يصير بأوكسيديشن، دا يصير بأيزومرايزيشن أو إبيمرايزيشن، إذا عندي مثلا تو كايرال سنتر بالدايستريومرز وواحدة تنقلب يتغير عندي، ممكن يصير بي فوتوليسيس بالفوتولابايل برودكت which affect the stability of the drug in liquid, solid or semi-solid. نشوف هنا من يتغير عندي، ما هو أكو مرات يصير عندي شنو it's the same drug the same molecule بس يتحول من سيس إلى ترانس، ونشوف أنه هذا الدواء بالسيس يشتغل بس بالترانس ما يشتغل، بسبب شنو؟ أنه هو دي يتفاعل ويا ريسبتر في الراد specific configuration لهذه الموليكيول حتى تتفاعل وتقعد بمكانها بالريسبتر. فإيفن أنه ماكو chemical change بس أكو تأثيرات بالظروف دي يتحول الconfiguration مالتها بحيث تتحول من سيس إلى ترانس. نتحولت طبعا انتم بالكيمياء ما تعرفون شنو سنس شنو سيس شنو ترانس شنو ايبمرايزيشن شنو ايزومرايزيشن. هنا هذا ايفن انه اكو حتى لو ما كان اكو كيميكال تشينج بالموليكيول بس بنفس الوقت تتحول الى انكتيف، فهو يعتبر شنو؟ يعتبر ديكومبوزيشن، يعتبر تشينج، راح يتغير، راح يتحول من ماده فعاله الى شنو؟ الى مادة غير فعالة. ومثل ما قلنا بالبداية بداية المحاضرة، هذا هو ممكن يكون chemical ممكن يكون physical stability أنا لازم أدرسها وحتى أكتب expiration مال هذا الدرج. نأخذ أمثلة examples على two slides، راح نأخذ examples على stability مال الدرج وشنو هو اللي يأثر عليه. For example ampicillin، ampicillin يصير به hydrolysis وفلو first order specific يتأثر عنده specific and general acid base catalyst. Sucrose increase the hydrolysis، فحتى من أجي أنا أغير بالفورميلا ماتي بدل ما أحط مادة محلية sucrose أخليها يجوز fructose، إذا رجعتها sucrose the expiration راح يتغير ولازم أعيد الدراسات كلها. الألكوهول reduce hydrolysis by reducing dielectric constant، هذه كلها المفروض انه انا اعرفها انا كصيدلي واشتغل بالمصنع، اعرف من ضفت حتى كحول اذا ضفت مثلا 5% كحول يختلف عن 1% كحول، ليش؟ يعني الدايكتريك كونستانت دا تتغير، في الراد شنو الدراسة ماتي اعيدها كلها من البداية الستابلتي ستدي، اور انه انا تفلو الانستركشن والجايدنس والفورميلا اللي عندي ما يتغير، لان ابسط تغيير بها راح يأثر لي على الستابلتي مالت الدرج. كلوران فينيكول يصير بي ديجراديشن، هذا طبعا امبسيلين انتي بايوتيك، كلوران فينيكول انتي بايوتيك، ديجراديشن was low and independent of pH، ما راح يتأثر عندي بالبي اتش، من بي اتش 2 الى حد شنو 7. General acid base catalyzed by phosphate, acetic acid and citrate buffer. عند general ما يتأثر أكثر شيء، ما يتأثر بالspecific acid base catalyst، يتأثر شنو
بالجنرال أسيد بيس كاتاليست. دوكسوروباسين، دوكسوروباسين هذا الأدوية للكانسر، استخدام للكانسر. كيليتس with ميتال أيون، يعني هنا الميتال أيون من أجل استخدم الكنتينر مالته، المفروض ما تحتوي لي مو ميتال كنتينر، مفروض تكون شنو، بلاستيك أو زجاجية، ورح نشوف شنو تأثير الزجاج همين عليه. سو هنا إنه أنا من أجي أريد أحضره من أغير الكنتينر مالته لازم تجيني ستابلتي ستدي جديدة. هذا الديسكريبشن مالت الدواء، مو شرط إنه يكون هو المادة الفعالة موجودة أو لا، لا، تغيير الباكج مالته رح يأثر على الستابلتي. سو دوكسوروباسين كليت ويذ ميتال أيون self associates in concentrated solutions adsorb to surface such as glass راح يبقى متشلب بالجلاس and undergoes oxidative and photolytic decomposition. فالكنتينر مالته راح تكون هي العامل الاساس في حساب شنو الاستابيليتي مالته. also decomposition مالته فلو pseudo first order. أرثروميسين هذا أيضاً أدوية أنتيبيوتيك. أرثروميسين it has disadvantage of degradation in an acidic environment. فمن أجي أحضره ما أحضره بأسيديك ميديا، ما أجي أقدر أسوي السوليوشن السسبنشن هو الميديا ما تشنو يكون أسيديك، لا يكون سلايتلي ألكالين حتى أحافظ عليه إنه هو يكون شنو، يكون مور ستيبل. عادة هذا الأرثروميسين يتحضر كإستر، فتأثير البي اتش هنا كلش يكون كلش مؤثر به، فهو ممكن يكون يتأثر باللو بي اتش، فالمفروض شنو الديجراديشن ما تعالي، فمن أجي أحضر ما أحضر باللو بي اتش. هو شنو ليش؟ لأن هو إستر سالت فورميليتد تو بروتكت ذا دراج، لأن هذا الدراج هو يتأثر بالأحماض مات المعدة، فنحضر شنو، نحضر يسموه برو دراج، احوله الى استر، وهذا الاستر انا مود احميه من البي اتش مالت المعده، ورا ما يعبر البي اتش مالت المعده يتحول الى الدراج للارثروميسين ويتم امتصاص. هذا ان شاء الله راح تتعلموه بصف رابع وبصف خامس شنو نقصد بالدراج وشنو نقصد بالبرو دراج. الاسكوربيك اسيد فيتامين سي act as antioxidant and might lead to reduce rate of oxidation. هذا الفيتامين سي انا استخدمه كانتي اوكسيدانت، يقلل لي rate of photosensitivity or rate of شنو of oxygen impact on rate of reaction، بس بنفس الوقت هو ده يعطيني acidic media، هذا ascorbic acid، فانا ده اصلح بشغله. مثلا انا استخدمه بالارثروميسين، الأرثروميسين أنا أصلح شغلة بس بنفس الوقت راح يحول ليها إلى أسيديك ميديا وراح يؤذي لي الأرثروميسين ويزيد الديجراديشن مالته. فأني أنا هذا هو هذا اللي أريد أوصل لكم إياه، إنه any change بهاي الفورمولا ممكن تأثر لي على شنو، تأثر لي على الاستابيليتي مالت الدراج، وتأثر لي شنو على الإكسبيريشن مالت الإكسبيريشن ديت. لهنا خلصنا موضوع الكيميكال كاينتيك وتأثير الشيلف لايف، تكلمنا به موضوع كلش انترستينج وراح تحتاجوه كلش مرحلة ثالثة مرحلة رابعة مرحلة خامسة، وتمنياتنا لكم إن شاء الله بالموفقية.